السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة روتين كوكاي نوشكا دو دو سور. اليوم حبيت ندير لكم فيديو باش نوريكم طريقة تحضير عزومة على الطريقة الشرقية. واش درنا؟ سلاد تاع كومبوزي، كوبا رز وبرغل، لي فريت يعرفوها، هنا مشكل فيهم لي فيوند كامل، كريسبي، شيش كباب، شيش طاووق، فلافل، وسلطة حمص، هذه سلطة حمص وباذنجان، والخبز الشرقي، هذه على الطريقة الشرقية، درت عرضها لحبابي وجيراني، نحبهم بزاف. درتهم يحبوا الماكلات الشرقيه، بما اننا من اصول شرقيه قلت لهم ندير لهم غداء 100% شرقي. بالنسبه لهذه الاطباق المتنوعه اللي وريتها لكم في الفيديو، حبيت نقول لكم منين جبتها. هذه الاطباق المتنوعه الشرقيه جبتها من مطعم شرقي واسمه شيش دونر. هذا المطعم جاي في سيدي عبد الله، مطعم رائع فاميليال بروب، فيه تو لي كريتير، واللي فيه البلوس سي لو بيرسونيل اللي مستكلف بهذاك المطعم. نبداو بالشيف حازم، انسان محترم ومتواضع ويقدم اطباق ولا اروع. هو سوري، عنده لا توش تاعو، يستقبل لي كليون بكل احترام، ومن بلا ما ننسى لو جيران عبد النور، ثاني انسان تري ايدوكي، اكويون، في كاع لي كريتير ما شاء الله عليهم كامل، سونز اوبلي لو بيرسونيل اللي مستكلف بالطبخ، اللي طيب، اللي اونكيسي، واللي بخون لي كوموند. بلاد فاميليا فوق اللازم، سي اون فامي. كي تدخلي له تحسي بلي سي اون فامي. سي ان ريستوران تري بروبر، لا بروبرتي نعطيلو 100%، كاليتي بري امباتابل، تري شالورو. جو فو كونساي فريمون، روحو ما تندموش. فيه كاع واش تيماجيني من الاطباق، البنة هايل. نخليكم الصفحة تاعو تاع الفيسبوك في والرقم تاع الشيف حازم، اللي يحب استفسار، اللي يحب يعرف سكيل اونفي دي دي انفورماسيون بلوس كو شاطيتها لكم، روحوا ليه. ونخليكم تاني بعض الصور، هادو كامل الاطباق وهادو لي فوتو اللي تشوفوهم كاع كليناهم واستعملناهم. والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. باي باي.